يواجه اليوم القطاع الصحي في الجزائر مشاكل متعددة تفاقمت مع ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، والتي بلغت أرقاما كبيرة، وهو ما زاد من الضغط على القطاع الصحي، حيث أصبح شعار تحسين واقع الصحة مطلبا لمختلف العاملين الصحيين خلال وقفاتهم الاحتجاجية وإضراباتهم العمالية خلال الفترة الأخيرة. نعم، ولعل المستشفى الميداني الأمريكي الذي تعهدت الولايات المتحدة ببنائه في الجزائر سيحدث فرقا في مجال استجابة البلاد للوباء، حيث سيضم المستشفى الذي يكتمل اليوم 35 سريرا من بينها 5 مخصصة للعناية المركزة، وهو مستشفى متنقل، ما يعني أنه سيجوب مختلف مناطق البلاد خاصة المناطق النائية والتي تعاني من سوء في الخدمات. المستشفى الميداني في الجزائر يأتي ضمن مبادرة أمريكية خصصت واشنطن من خلالها نحو 1.5 مليار دولار للمساعدة في مكافحة وباء كورونا في جميع أنحاء العالم. في الأردن تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية بدعم خطة الاستجابة الصحية في المملكة، وتقدم المشورة إلى اللجنة الوطنية للأوبئة بشأن تحديد أولويات الفحوصات وتدريب كوادر العاملين في القطاع الصحي. في مصر قامت الحكومة الأمريكية من خلال وكالة التنمية بإطلاق مبادرة صحية لدعم شبكة المتطوعين من الهلال الأحمر المصري والمساهمة في تمويلهم من أجل المساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا. بينما منحت الحكومة الأمريكية نحو 6 ملايين دولار كمساعدات إنسانية إضافية إلى ليبيا ضمن خطط الاستجابة للجائحة. كما ركزت مخرجات الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي على تقديم دعم أمريكي للعراق في مجال الرعاية الصحية وتمكين القطاع الطبي من مواجهة الوباء. ننطلق الآن معكم مشاهدين في جولة سريعة في المستشفى الميداني الأمريكي في الجزائر، يقودنا فيها خالد وولفسبرغ الناطق الرسمي باسم السفارة الأمريكية في الجزائر. علاش هذا المستشفى الميداني اللي تبرع به الجيش الأمريكي للشعب الجزائري بزاف مهم؟ راح يبان لي خيمة، تابعوني خلينا نشوفوا واش حكايته. فريق الخبراء اللي جاء من أمريكا باش يدرب النذير هو الجزائري حول كيفية إنشاء هذا المستشفى الميداني قال لي باللي راني غلط 100%. هذا ماشي خيمة، هذا المستشفى الميداني عنده تكنولوجيا رفيعة المستوى ومزايا كبيرة مقارنة بالمستشفى العادي. أولاً إنه جد معقم، هو يحترم المعايير الصحية لكبح انتشار كوفيد-19 أو أي مرض معدي. لا تحتوي المستشفيات العادية على نظام عزل ضغط الهواء إلا في غرفة العمليات لضمان نظافة الهواء، لكن هذا المستشفى الميداني قاع في نظام عزل ضغط الهواء، وإذا صار مشكل في ضغط الهواء سينطلق جرس الإنذار. ثانياً، هذا المستشفى الميداني جد متطور وسهل التنقل بحيث يوفر المرونة لنظام الرعاية الصحية. دوكا راح متواجد في بليدة التي تعتبر أول بؤرة كوفيد في الجزائر خلال شهر أفريل 2020. لنفترض أنه كان تصاعد خطير في عدد الحالات بعيد الشر، والإمكانيات ولت بزاف ضعيفة للتصدي ضد الوباء على المستوى المحلي. وزارة الصحة تقدر تدي هذا المستشفى الميداني وتحطه في تندوف ولا تيزيوزو ولا تمن راست ولا أي ولاية أخرى خلال بضعة أيام فقط. وثاني، يحتوي المستشفى الميداني على المياه الجارية ومولدات الكهرباء الخاصة به. وطبعا هذا المستشفى الميداني رح يبقى تحت وصاية السلطات الجزائرية حتى بعد انتهاء الوباء إن شاء الله، ويوفر لها المزيد من القدرة باش تقدر تتعامل مع أزمات صحية مستقبلية وخصوصا في المناطق النائية. إن مساعدة الجيش الأمريكي بتقديم هذا المستشفى الميداني للشعب الجزائري جد مهمة، حيث يمكن لهذا المستشفى الميداني وآخر سيصل خلال الأشهر القليلة القادمة المساهمة في إنقاذ أرواح المواطنين إن شاء الله. والحديث أكثر ينضم إلينا الناطق باسم السفارة الأمريكية في الجزائر السيد خالد وولفسبرغ. أهلا وسهلا بك سيد خالد، أخذتنا في جولة سريعة على أقسام المشفى. بداية دعنا نتوقف عن أهمية إقامة هذا النوع من الدعم بين الولايات المتحدة والدول العربية في المجال الصحي خاصة خلال الجائحة.
أولا قبل أن أبدأ أود أن أتقدم نيابة عن الحكومة الأمريكية بخالص التعازي للشعب الجزائري ولكل من استشهد في الأيام الأخيرة في حرائق الغابات التي تجتاح شمال الجزائر منذ حوالي أسبوع. وخاصة أولئك الجنود الجزائريين الشجعان الذين كانوا يقومون بالواجب الوطني ومحاولين إنقاذ أرواح المدنيين، وبالفعل لقد نجحوا في إنقاذ أرواح أكثر من 100 مواطن جزائري. ولنعود للموضوع، لقد أعطى الجيش الأمريكي الجزائر هذا المستشفى الميداني كما فعل في العديد من الدول الأخرى في الحقيقة، من جنوب أفريقيا إلى تونس ومن جامايكا إلى سورينام، وفعل ذلك لسببين. أولا للمساهمة في الاستعداد للتعامل مع الأزمة الصحية الحالية COVID-19، وثانيا للمساعدة في التحذيرات لأي أزمة صحية مستقبلية. نعم السيد خالد، لماذا وقع الاختيار تحديدا على المستشفى الميداني؟ المستشفى الميداني هو لنقول لك الحقيقة، أنا عندما رأيت المستشفى الميداني بعيني للمرة الأولى من الخارج خاب أملي. أنا كنت أشعر أنه مجرد خيمة كبيرة، ولا لم أفهم لماذا صرفنا أكثر من 2.5 مليون دولار على هذه الخيمة. ولكن يوجد حكمة في المثل الشعبي الذي يقول لا تحكم على الكتاب من غلافه. فعندما دخلت المستشفى الميداني ورأيت أنه مستشفى ذو تكنولوجيا رفيعة المستوى، فهمت ما هي الفائدة الكبيرة من هذا المستشفى. فعلى خلاف المستشفيات العادية التي فيها نظام عزل ضغط الهواء فقط في غرفة العمليات، فإن في هذا المستشفى الميداني يوجد ذلك النظام لضغط عزل الهواء في كل الأجنحة، أي ثلاثة أجنحة تضم 30 سرير، بالإضافة إلى وحدة العناية المركزة التي فيها 5 أسرة. فهذه هي الميزة الأولى في المستشفى الميداني. طبعا هذا يأخذني إلى سؤال آخر، يعني لو تكلمنا أكثر عن إمكانيات هذه المستشفى والإجراءات الطبية التي يمكن إجراؤها هناك. فبسبب وجود هذه التكنولوجيا لعزل ضغط الهواء، المستشفى الميداني هو أنظف من المستشفيات العادية، فيمكنه منع انتشار مرض معدي كما هو الحال مع COVID-19 أو أي مرض معدي آخر. فهذه هي الميزة الأولى. فالمستشفى أيضا يضم الكثير من التكنولوجيا في كل سرير لكل مرض، وهو أيضا سهل التنقل بين مكان إلى آخر. نعم طيب، دعنا الآن نتحدث عن اختيار إنجاز مستشفى متنقل. ما أهمية ذلك للوصول لمختلف المناطق وخصوصا المناطق النائية؟ صحيح، فهذه هي بالفعل الميزة الثانية للمستشفى الميداني، أنه سهل التنقل. فالفريق الذي عنده خبرة في تركيب المستشفى يمكنه إكمال عملية البناء خلال عدة أيام. فالمستشفى حاليا متواجد في ولاية البليدة غرب العاصمة الجزائرية،
ولكن خلال عدة أيام وزارة الصحة الجزائرية والسلطات الجزائرية يمكنها نقل المستشفى إلى تمن راست أو تيزيوزو أو تندوف أو أي ولاية أخرى للتعامل مع أزمة كوفيد 19 أو أي أزمة صحية أخرى. فذلك يوفر الكثير من المرونة لنظام الرعاية الصحية مقارنة مع المستشفيات العادية. نعم، طب هل هناك مجالات أخرى للدعم الأمريكي في الجزائر بجانب الدعم الطبي؟ حالياً نعم، يوجد الكثير من المجالات حيث نجد التعاون بين الجزائر والولايات المتحدة. على سبيل المثال في مجال التجارة، فالولايات المتحدة ستكون ضيفة شرف لمعرض التجارة السنة القادمة إن شاء الله، فهذه تمثل فرصة لإيجاد المزيد من الفرص التجارية بين البلدين. ولكن في الوقت الحالي طبعا نركز أكثر على الأزمات الحالية في الجزائر بما فيها أزمة حرائق الغابات وأيضا الأزمة الصحية. فأمريكا أبدت استعدادها لتقديم المساعدة بأي شكل من الأشكال للسلطات الجزائرية في التعامل مع حرائق الغابات. وفيما يخص الأزمة الصحية وكوفيد 19، فنحن الحكومة الأمريكية توفر اللقاحات لأكثر من 100 دولة على الصعيد الدولي ومن خلال برنامج كوفاكس، ونتمنى أن الجزائر ستكون من ضمن هذه الدول قريبا. نعم، أنا أشكر مداخلتك معنا لهذا النهار الناطق باسم السفارة الأمريكية في الجزائر السيد خالد وولفسبرغ، شكرا جزيلا لك.